ومم شلام للنسيخيم ملخوتو ملخوت كل عالمين هبوتت دافيد عبدو محير برعا بيان سور انا فرحانه وفخورين بهم وكنت المربي وفقهم وينقي يضوي طريقهم ان شاء الله ويعطيه واحد القوه باش يمشيو يزيدوا بعيد يمشيو بعيد ويخليونا نحلموا دافونتاج وكيف ما كان لي ريزولتا حنا فخورين بهم حنا فخورين بهم بوغ نو سو سون دي هيرو اللي يفرحوا ماشي غير المغاربه راه فرحوا العالم كله راه كل العالم معنا كنتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق و وي كي حنا كنتمنوا ان شاء الله يمشيو بعيد اوني اوبتيميست راه حنا لا ديفيرونس بين المغرب راه شفناها راه حتى داك الرواج والفرحه ديال المغاربه راه عاوناتهم الا دي شنو تيقول لك الجمهور سير 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 يا الركراكي سير وسير يا بونو وتو لو غيست وزعما والديهم كيدعوا معاهم وليماج اللي شفنا سيدنا اللي خرج للشارع سي با غراتوي سي با انودان سي ان ميساج تري فور سا إلي افيك نو دونك غادي يزيد يعطيهم واحد القوه وغادي يعاونهم وكيرضى عليهم والبركه ديالو توقف معاهم وديال والديهم وديال الاولياء المغرب والصديقين ديال اليهود كلنا ان شاء الله ندعيو معاهم باش نفوزوا باسم اليهود المغاربه كاملين في كل العالم كنحييو المنتخب ديالنا على هذا الانجاز الكبير اللي دار وهذه الفرحه الكبيره اللي فرح القلوب ديال العالم كامل سواء مسلمين سواء يهود سواء اي ديانه فرحها المغرب بهذا الانجاز الكبير اللي دار وحنا فرحانين بزاف وعشنا واحد الفرحه كبيره اللي ماشي فرحنا اللي بحال تخلقنا من جديد بهذه الفرحه هذه وهذا الانجاز هذا اللي عملوا وكنحيي المنتخب ديالنا وكنقول الله يعمر ربي يحفظهم باش يشبروا الكاس وبهذا المنبر هذا كنشكر صاحب الجلاله نصره الله وايده والاسره العلويه و الله الوطن الملك والله يخلينا الملك ديالنا ويحفظه امين et un petit mot en particulier pour supporter notre équipe pour aller en finale. On espère organiser de nouveau un événement à la synagogue pour marquer cet événement, Inch'Allah, avec nos lions, Inch'Allah. Et rendre hommage aux footballeurs marocains qui nous ont causé une grande joie, non seulement au Maroc, mais aussi en Israël. On les a applaudis. Dans le ciel. C'est vraiment un grand honneur. Maintenant, ils vont matcher avec la France et on espère qu'ils vont gagner.